السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الخامس في الأسبوع الثامن، الحصة الثانية، البحث والتفكير العلمي. عودنا يا طلابي نبدأ بخطوات الدرس لهذا الأسبوع بقراءة القرآن الكريم والدعاء والتهيئة ثم عرض الهدف. استنتاج أن البحث والتفكير يؤديان إلى المعرفة واكتشاف الحقائق. ملاحظة كيف يتعلم الإنسان والربط بفروع المادة. ثم نجيب على أنشطة التقييم. نبدأ أولاً بالقرآن الكريم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويقول في الدعاء: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. حدد الأمور التي تساعد فارس على الوصول للعلم والمعرفة مع ذكر الدليل: زيارة المكتبة باستمرار، مشاهدة التلفاز، البحث والتفكير. ما هي الأشياء التي تساعد فارس من خلال الاختيارات التي قمت بقراءتها تساعده على الوصول للعلم والمعرفة؟ ثم كيف يصل الطلاب إلى المعلومات؟ أنت كطالب كيف تصل إلى المعلومات؟ ثم ما هي الأمور التي تساعدك على تعلم المزيد؟ أنت الآن وصلت إلى معلومات، طب كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى معلومات أكثر أو زيادة معرفة؟ يستنبط المتعلم أن البحث والتفكير العلمي يؤديان إلى المعرفة واكتشاف الحقائق. شاهد الفيديو التالي مبينا أهمية البحث العلمي. ما هو البحث العلمي؟ هو عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث من أجل تقصي الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث باتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث. بغية الوصول إلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشاكل المماثلة تسمى نتائج البحث. خطوات أداء البحث العلمي: الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة وأهميتها، استطلاع الدراسات السابقة، صياغة الفرضيات، تحديد خطة وإجراءات البحث، كتابة البحث. من خلال هذه الصور ألاحظ وأستنتج كيف يتعلم الإنسان. الصورة الأولى: بنت
الصورة الثانية البحث والتفكير والاستنتاج. الصورة الثانية تؤدي إلى البحث والمراقبة والاستنتاج. الصورة الثالثة اقرأ كتب مفيدة. الصورة الرابعة التفكير في مخلوقات الله. خطوات ونتائج: الخطوة الأولى هي البحث العلمي، أن تبحث وفي الكتب وفي المراجع والمصادر، أن تبحث على الإنترنت. هذه الأشياء سوف توصلك إلى وصول إلى العلم والمعرفة. عندما تبحث عن شيء معين سوف تصل إلى معارف وعلم، وسوف تأخذ منها أشياء كثيرة، تصل في النهاية إلى أن تفكر تفكير علمي، لأنك أصبحت لديك المعارف المتعددة. فعندما تبحث وتتعرف إلى أو تصل إلى معارف كثيرة، سوف يكون عقلك جاهز إلى أن تفكر تفكير علمي منطقي، لأنك استخدمت خطوات البحث ووصلت إلى النتائج السليمة. فضل العلم والعلماء. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال أيضا في بعض الآيات: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما فائدة العلوم التي نتعلمها؟ هل العلوم التي نتعلمها في المدارس هل لها فوائد؟ هيا قل لنا ما فائدة العلوم التي نتعلمها، ثم فكر وانقل. أنا لا أحتاج إلى الدراسة والتعلم، فأنا ذكي وعقلي يفهم ويعرف كل شيء. واللغة العربية فقط، لأننا لا نحتاج إلى المواد الأخرى. فكر في هذين ثم انقض الموقفين وقل لنا كيف توصلت إلى المعرفة الصحيحة. نصائح ونتائج: هذا يضيع وقته، سين يضيع وقته ولا يهتم بدروسه. كيف تكون النتيجة؟ يضيع الوقت ولا يهتم بالدروس، كيف يكون النتيجة؟ وهذا ينظم وقته عمر، يبحث ويطلع على العلوم كلها، كيف يصل أو كيف تصل به أو ما النتيجة من ذلك عندما يفعل ذلك؟ نشاط الدرس: أمامك ثلاثة أسئلة، إذا كنت تستطيع أن تقوم بحل الثلاثة فأنت طالب متميز، وإذا كنت تستطيع أن تقوم بحل اثنين فأنت طالب مبدع، وإذا كنت تستطيع أن تقوم بحل واحدة فقط فأنت طالب متفوق. هيا حدد الأمور التي تساعدك على الوصول إلى للعلم والمعرفة: البحث والتفكير والاستنتاج، مشاهدة التلفاز، زيارة المكتبة وقراءة الكتب المفيدة. حدد ما هي الأشياء التي تساعدك للوصول للمعرفة، ثم عدد بعض الأمور التي تساعدك للوصول عدد بعض الأمور التي تساعدك للوصول للمعرفة والحقائق. وأخيرا، ما هي خطوات البحث للوصول للتفكير العلمي؟ الربط بالحديث الشريف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. أخرجه ابن ماجه. لماذا كل هذا الفضل لطالب العلم؟ ماذا سيحدث إذا لم يذهب الطلاب للمدرسة؟ الربط بالقرآن الكريم، قوله تعالى: وقل رب زدني علما. ماذا تفعل ليزداد علمك في الدنيا بفضل الله تعالى؟ الربط بالواقع. حدد الخطوات التي يجب عليك القيام بها لكي تحقق حلمك في المستقبل.
هيا حدد الخطوات التي يجب عليك أن تقوم بها لكي تحقق حلمك في المستقبل. ثم كيف ساعدت دولة الإمارات حذاء المنصوري الرجل الذي وصل إلى الفضاء للوصول لهذه المرحلة العلمية؟ وأخيرا وليس بالأخير وهو التقييم. هيا قم بالدخول على هذا الرابط لتقيم نفسك. شكرا لكم طلابي الأعزاء وبارك الله فيكم على مشاهدتكم لهذا الدرس. بارك الله فيكم جميعا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.